هذه الحلقة بالتصريحات طبعا التي وردت على لسان أحد الإعلاميين في قناة المرار اللبنانية التابعة لحزب الله. هذه التصريحات طبعا أثيرت حول زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الولايات المتحدة مؤخرا. أكيد أثارت موجة واسعة من الرفض والاستنكار على المستويين الشعبي والرسمي في الكويت ولبنان. وفيما كانت وزارة الإعلام الكويتية قد استنكرت في وقت سابق التصريحات الإعلامية المسيئة لأمير الكويت على قناة المنار اللبنانية، مؤكدة أنها تمثل ادعاء وتزييف للحقائق وتضليل للرأي العام. في ذات السياق عنونت صحف كويتية عدة عن هذا التطاول من قبل حزب الله اللبناني تجاه أمير الكويت. نبدأها من صحيفة السياسة التي عنونت في صفحتها الأولى: يوم غضب كويتي بوجه حزب الشيطان، استنكار رسمي وشعبي في لبنان إلا سمو الأمير يا قناة الظلام. الأمير خط أحمر، هكذا كتبت صحيفة الرأي، وأضافت: عاصفة غضب ضد التطاول الدنيء. ومرزوق الغانم يقول: قامت سمو الأمير أعلى بكثير من السموم الإعلامية المنحطة. وإلى صحيفة القبس الكويتية التي قالت على لسان سعد الحريري: نرفض الإساءة للكويت وأميرها، وأضافت أن هناك تحرك لبناني سريع لمساءلة قناة المنار. هذه كانت جولتنا السريعة على تطاول قناة المنار على أمير الكويت. إذن مباشرة